مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار مع رياض بن عمر، إليكم العناوين. اختلاف وسط السوريين حول قرارات الأمريكية الروسية بشأن الأسلحة الكيماوية. إنشاء منصب مفتش إداري في قطاع التربية لتفادي الضغط وتسهيل إجراءات تسجيل التلاميذ. في الشأن السوري، وبعد المحادثات الأمريكية الروسية حول سوريا والتي دارت في العاصمة السويسرية جنيف، اختلف السوريون حول قرارات تلك المحادثات. تفاصيل أكثر مع كريم عليلوش. تباينت آراء المواطنين السوريين حول الاتفاق الأمريكي الروسي الخاص بمخزن بلادهم من الأسلحة الكيماوية بعد المشاورات الصعبة التي جمعت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، والتي دامت 3 أيام في العاصمة السويسرية جنيف، حيث تميز هذا الاختلاف على حسب سكان المنطقة والمحافظات التي يسيطر عليها طرفي النزاع في الأزمة السورية. ففي العاصمة دمشق رحب السوريون بهذا الاتفاق ورأوا فيه بصيصا من الأمل للتخلص مما يسمونه بالإرهابيين ولتفادي ضربة عسكرية على بلادهم. وهلأ صار عندنا أمل أكثر من خلال هالاتفاقية هاي بأنه بقى نخلص من الإرهابيين ونخلص بقى من هالإشكالات هاي اللي صارت في بلدنا اللي نحن الشعب السوري ما له ذنب فيها ابدا. اكيد بعتبرها مبادره كثير ايجابيه وبتجنب البلد عنا حرب والتدخل العسكري. الى ان في مدينه حلب التي تسيطر على جزء منها المعارضه السوريه، كانت وجهه نظر المواطنين هناك عكس ما يعتقده الدمشقيون، حيث يعتبرون الاتفاق الروسي الامريكي حمايه للنظام السوري والرابح الكبير هو اسرائيل. الشعب العربي السوري واعي لهذه الامور التي تظهر على الاعلام، سواء كانت الاتفاقيات بين روسيا ولا امريكا ولا النظام السوري الظالم، فهذه الامور ما هي الا عباره عن استجرار هذا السلاح او هذه المواد الكيماويه لكي لا تقع بايدي الاسلاميين او في ايدي اخواننا في الجيش الحر. والله راينا انا كان ما بريد هالشيء، لان هي من حصلوا على الكيميائي هن بعد بده يرجعوا هن بده ياخذوا الكيميائي حمايه لاسرائيل يسيطروا عليه مشان يحموا اسرائيل. هو اختلاف في الاراء اتجاه اتفاق جنب سوريا ضربه عسكريه غربيه كانت ستؤزم الوضع في المنطقه بكثير، وهو اختلاف يظهر مدى اتساع الهوى بين ابناء الشعب السوري الواحد من مساند للنظام واخر متعاطف مع المعارضه. شهد العراق صباح اليوم موجة جديدة من أعمال العنف في تفجيرات بسيارة مفخخة خلفت مقتل 26 شخصا وعشرات الجرحى. هذه الهجمات كانت الأعنف التي وقعت في جنوب البلاد في مدينة الحلة، حيث تم تفجير 4 سيارات مفخخة ومقتل 16 شخصا. أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أعرب عن قلقه البالغ من تجدد أعمال العنف في مدينة زامبوانغا بجنوب الفلبين. وأدان أوغلو في بيان صدر اليوم، أدان إزهاق الأرواح البريئة داعيا إلى الهدوء حتى لا يسفك المزيد من الدم. وكان 52 أو 50 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم في اشتباكات بين وحدات من الجيش الفلبيني ومسلحين منذ الاثنين الماضي وحتى أمس بمدينة زامبوانغا بجنوب الفلبين. لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون جراء انهيار منجم للفحم بولاية سمنغان شمال أفغانستان، حسب ما أفاد به مصدر محلي صباح اليوم. وذكر المتحدث باسم حكومة الولاية محمد صديق عزيزي أن عملية الإنقاذ انتهت بعد انتشال 27 جثة لعمال محليين وبعد إصابة 20 آخرين بجروح. في موضوع آخر، تدخلت فرقة من عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمدينة ودزناتي بجلمة السبت، وهذا قصد انتشال جثة طفل غرق داخل بركة مائية بقرية رأس العيون ببلدية برج السباط. هذا طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، عثر عليه جثة هامدة داخل البركة المائية، وفي الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأمير عبد القادر بواد زناتي، تدخلت مصالح الدرك الوطني وفتحت تحقيقها في هذا الحادث الأليم.
يستأنف مجلس الحكومة غدا الاثنين أشغاله في أولى جلسات عامة أو جلسات عامة بعد التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2014 حسب مصادر مطلعة للنهار. في الشأن التربوي، من المزمع أن تقوم وزارة التربية الوطنية بإنشاء منصب مفتش إداري مستقل عن منصب المفتش التربوي، وهذا لتفادي الضغط الكبير الذي يقع هذا الأخير مع كل دخول مدرسي وفترة تسجيل التلاميذ الجدد وتحويل آخرين من مدرسة لأخرى، حيث سيسمح هذا المنصب الجديد بخلق ديناميكية جديدة في العمل. وحسب مصادر تلفزيون النهار، فإنه لم يتم بعد تحديد الدور والصلاحيات المنوطة بالمفتش الإداري ومتى سيتم الشروع في تطبيقه، والذي سيرفع الضغط من الجانب الإداري على المفتش التربوي الذي من المقرر أن يبقى يهتم بالندوات والملتقيات التربوية. تتأهب جمعية المقاولين الجزائريين للثلاثية المقبلة من خلال الاجتماع بمجالسها الوطنية بهدف تبني جملة من الاقتراحات البناءة على غرار التكفل والدعم بالمؤسسات الخاصة، ووضع برنامج يتناسب مع ما هو موجود في الميدان من أجل المساهمة في النهوض بالقطاعات التي تنشط في قطاع البناء بالجزائر. تقرير ياسين باباسي. أزيد من 74 مقترحا ستضعها جمعية المقاولين الجزائريين أمام اجتماع الثلاثية المزمع عقده أواخر سبتمبر الجاري، تشمل عديد الملفات ذات الأهمية في قطاع البناء بالجزائر، تساهم في تحسين نوعية ومردودية المؤسسات في إنجاز المشاريع. الثلاثية القادمة إن شاء الله آخر أسبوع هذا الشهر رانا نناقش فيها، ولحقنا ب 74 اقتراح. ماذا بين المؤسسات الأجنبية يجوا يخدموا، من البي بي لازم يقعد في الباتيمون، السيكتور تاع الباتيمون لو بي بي تاعو يقعد في الجزائر، لي زونتربريز ايترونجير دو ترافايون سو تريتونس مع لا زونتربريز الجيريان، لارتيكل تاع 51-49 لازم تفعيله. وزارة السكن والعمران من جانبها وافقت على منح إنجاز ما يفوق 60,000 مسكن بمواصفات ونوعية عالمية للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. إن شاء الله الأسبوع هذا أو الأسبوع المقبل راح نمضي على هذه الاتفاقية مع سيتبون، وإن شاء الله كل المقاولين جزائريين راح يحصلوا على شغل وراح يشتغلوا، وكل شاب جزائري راح يلقى شغل وراح يشتغل، وإن شاء الله هذا راح يرجع الخير للبلاد. اجتماع الثلاثية بين الوزارة الأولى والمركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل سيخصص أيضا لإعادة تقييم ودراسة 200 مقترح تم عرضه ومناقشته خلال الاجتماعات الماضية، وهذا تماشيا ومتطلبات الاقتصاد والوضع الحالي. عرضت المديرية العامة للأمن الوطني مراحل تطور الشرطة الجزائرية منذ الاستقلال في قصر المعارض بوهران، عرضته للمشاركين في منتدى الانتربول، وكانت السيارات القديمة الوجهة الأكبر للجمهور، وخاصة السيارة التي كان يستعملها الرئيس هواري بومدين في تنقلاته، إضافة لسيارة الشرطة التي استعملت مباشرة بعد الاستقلال حتى سنة 1965. معمر سفيان بعث بالتالي. مراحل تطور الشرطة الجزائرية منذ الاستقلال هو العرض الذي قامت به المديرية العامة للأمن الوطني بوهران بمناسبة المنتدى الدولي للأنتربول، حيث عرضت أهم المحطات التي مرت بها الشرطة الجزائرية من أجل إعطاء صورة للمشاركين عن تاريخها. في إطار احتضان الجزائر الدورة 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للشرطة الجنائية الأنتربول بولاية وهران، تتشرف المديرية العامة للأمن الوطني بتنظيم معرض بهذه المناسبة، أين تم استعراض مختلف المهام والأجهزة الحديثة والإحصائيات المرتبطة بجهاز الشرطة، فضلا عن تنظيمها استعراضات فنية قتالية لمختلف فرق النخبة لجهاز الأمن الوطني. السيارات القديمة استقطبت عددا كبيرا من الجمهور، خاصة السيارة التي استعملها الرئيس الراحل هواري بومدين، إضافة لسيارات للشرطة الفرنسية التي أعيد استعمالها بعد الاستقلال. فرصة سانحة لمواطني الولاية وخصوصا شبابها للتقرب والتعرف عن كيفية الانضمام إلى صفوف الأمن الوطني. أهم المحطات التي مرت بها الشرطة الجزائرية وأهم الوسائل التي استعملتها منذ نشأتها أصبحت تلقي اهتماما بالغا من طرف الجزائريين في هذا العرض.
بهذا مشاهدينا نختم نشرتنا، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.